السلام عليكم ورمضان كريم مشاهدينا الأحبة الكرام، وين ما كنتوا أن تشاهدونا في مسابقة معارف التراث، هذه المسابقة الرمضانية الفرقية التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة. ها نحن وإياكم في هذا العام في الموسم الثالث لهذه المسابقة والتي يتبارى فيها طلبة الجامعات العراقية. اليوم سنكون معكم مع فريقين أيضا من الشباب الذين تنافسوا وحصلوا على نقاط عالية ووصلوا اليوم لينافسوا مرة أخرى، وهم كل من جامعة بغداد وكذلك جامعة بابل. فوز سابق وفوز سابق، وهم اليوم يتواجهوا في هذه المسابقة في هذه الحلقة لنرى من منهم سيحصل على اللقب في هذه الحلقة ويذهب للمنافسة القادمة في نهائيات هذه المسابقة. نتمنى لهم التوفيق ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام، وعسى أن يكونوا من الفائزين بإحدى الجوائز الثلاث التي تقدمها المسابقة، 5 مليون دينار عراقي أو 3 مليون دينار عراقي أو 2 مليون دينار عراقي. إذن نبلش وياكم ومع فريقنا أيضا في جامعة بابل. كل ترحب بكم علاء وسيف وجواد، أهلا ومرحبا بكم، وكذلك شبابنا محمد ومرتضى ومحمد في جامعة بغداد، كل الهلا بكم وهلا وسهلا. وإن شاء الله نبدأ وياكم بجولتنا الأولى، وكما تعلمون الجولة الأولى فيها 4 أسئلة، قيمة السؤال فيها 10 نقاط. السؤال الأول والثاني والثالث سيكون مخصص لحضراتكم، أما السؤال الرابع من كل جولة فسيكون هو مشترك للفريق ككل. إذن هذه الملاحظة نتمنى تكون واضحة لحضراتكم، ونتمنى تبدون بداية موفقة باحتساب نقاط من الأسئلة الأولى، وعسى أن تكون النتائج طيبة لكم ولنا جميعا. يلا نبلش اليوم من بابل، من الحضارة، من العمق، من التاريخ إن شاء الله. ونبلش وياك يا علاء. على حساب ذي قار أخذنا إحنا 150 بالبداية، تقدموا علينا وبعدين الحمد لله الله وفقنا يعني وقدرنا نحقق النتيجة المطلوبة. يعني احنا شفنا الخيارات الشعير والحنطة كنا محتارين بيناتهم، بس فواكه مستبعديها يعني صراحة، خسرنا تقريبا يمكن 30 نقطة. يعني للفريق يعني هي تنافس شريف، بس لو يعني وسائل المساعدة اللي كانت متاحة يعني أفضل. بالضبط، كل من يعتمد على نفسه، يعني سؤال واحد للفريق كله يشاور به. شلون هالمعنويات؟ الحمد لله معنويات عالية إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم معنويات عالية دائما إن شاء الله، وفوز إن شاء الله يكلل هذه المعنويات وهذه الأمنيات. نروح إلى سؤالك. سميت مدينة الحلة ب عروس دجلة أو عروس الفرات أو عروس الفرات الأوسط؟ 30 ثانية مثل ما تعرف يا علاء، وقت مخصص فقط للإجابة على السؤال. نعم. شنو هي الإجابة اللي ممكن تكون مناسبة؟ ليش سميت مدينة الحلة؟ لماذا سميت بعروس دجلة، عروس الفرات، عروس الفرات الأوسط؟ عروس الفرات. عروس الفرات. طيب استبعدت دجلة باعتبار دجلة مدفون بالحلة، معتمدة على الفرات. فأما عروس الفرات، أما عروس الفرات الأوسط، ثبتت على عروس الفرات. أي خلاص الوقت ويانا والكنترول، ننتظر منا الإجابة. عروس الفرات إجابة خاطئة. عروس الفرات ما عندي معلومة سابقة عن هذا اللقب يعني صراحة. ما هي ضمن المحافظات، ضمن محافظات الفرات الأوسط. حلو، بداية إن شاء الله يعني ما تمنعنا من أن نحصل على نقاط قادمة، ونروح مباشرة من بابل إلى العاصمة الحبيبة بغداد وجامعة بغداد، ونبدأ وياك يا محمد. سلام. إن شاء الله بركة الله وأهل البيت نضمن الفوز. مسألة الفوز أو الخسارة مو كلش مهمة، إنما إحنا غايتنا إسعاد دكاترتنا، إسعاد الناس التدعينا الطيبة، فإحنا هذا يعني من المهم عندنا الصراحة. نعم معلومات وثقافية ودينية يعني مفيدة كلش. مسابقة جيدة وأتمنى تستمر إن شاء الله. سؤالك يا محمد. الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الصغرى، وهو من آل نوبخت، العائلة التي لها دور في العلم والوزارة، أين يقع قبره؟ هل في سوق الشورجة ببغداد، أم في سوق السراجين ببغداد،
أم في سوق الكاظمية ببغداد؟ الاختيار الأول سوق الشوك. وأكو أكثر من شخص في بغداد، صحيح. يعني أكثر من سفير. بغداد مدينتي. زين، خطوة خطوة أندلها مكان. خطوة خطوة حلوة هاي مال خطوة خطوة. زين، هسا وين نثبت؟ سوق الشورجة. سوق الشورجة في بغداد. نعم. إذا نقطع التوقيت يا شباب ونثبت على الإجابة الأولى، في سوق الشورجة في بغداد، هذا السوق الشعبي المهم الذي يمثل عصب التجارة سابقا وحتى حاليا لربما بشكل أو بآخر. إن شاء الله. ثبت الإجابة. ثبت. كنترول، سوق الشورجة في بغداد هل هو المكان الصحيح؟ إجابة صحيحة وعفي عليك وشكرا لثقتك جزيل. وفعلا طلع يندلها خطوة خطوة. هسه عرفنا خطوة، الخطوات الجاية نشوفها بعد نجرب. يلا يا سيف. على حساب ذيقار، والله صراحة لأن كانت أول تجربة عندنا، الأسئلة يعني نوعا ما زينة، بس لأن أول تجربة عندنا وبعدنا أول تصوير لنا فصار عندنا أرباك نوعا ما، بس الحمد لله تأهلنا حصلنا 3 نقاط. إن شاء الله إحنا صاعدين، يعني سواء فزنا أو خسرنا راح نصعد على المباراة. نعم، الفائز يعني المتصدر من مجموعتنا راح يلعب ويا المتصدر من المجموعة الثانية، يعني هواي دوافع صارت إنه إن شاء الله اليوم أحسن. كنا بالشارجة ونرجع البابل على راس. وسؤالك يا سيف يقول: أحد العلماء الأعلام ولد في مدينة الحلة سنة 756 للهجرة، وهاجر إلى مدينة كربلاء حتى توفي فيها سنة 841 للهجرة، من هو؟ هل أحمد بن فهد الحلي أم إبراهيم أبو شبع أم الشيخ مرتضى الأنصاري؟ من هؤلاء؟ ركز وانطيني الإجابة خلال 30 ثانية فقط يا سيف. خلونا دائما نتذكر أنه إحنا جاي ننافس على مرحلة نهائية، ليست لعبة أولى ضمن دور المجموعات الأول. الخسارة تكلفنا هواي يا شباب. يلا إجابة. إبراهيم أبو شبع. إبراهيم أبو شبع. كنترول، نثبت على الإجابة الثانية، إبراهيم أبو شبع، هل هي إجابة صحيحة أم لا؟ للأسف الإجابة خاطئة يا سيف، كان الأقرب إليك أن تروح إلى أبو فهد الحلي أو بن فهد الحلي، أحمد بن فهد الحلي، ما هو حلي، حاولت تربط يعني. أنا أعرف تاريخه بس اللي يعرف مين بالحلة بعد ما أدري مين بكره. أنا أبو شبع، أبو شبع ندري مين بالنجف. زين، هذه العائلة العريقة والمهمة. تمام، شكرا لك يا سيف. نروح إلى مرتضى. إن شاء الله إحنا من دخلنا المباراة الأولى صار عندنا يعني فد معلومة عن المواضيع اللي تتناولها المسابقة، فبحثنا أكثر يعني خلالها. لا بالعكس، همتنا زادت إن شاء الله. الأول أسئلة يعني زينة حلوة، سير هذا يعني بحث جيد يعني من قبل الطالب شيء أكيد يعني. أنت بايق اسمي، راح تبوق مني درجات لو لا؟ شو تقول؟ لا ننطيك درجات. تنطينا درجات. يلا نروح وياك. سؤالك يقول: كان رأس الإمام الحسين عليه السلام يرتل سلام الله ويردد آيات من سورة، أي سورة؟ سورة الرحمن، سورة الكهف، سورة الواقعة. الرأس الشريف، رأس الإمام الحسين عليه السلام، كان في تلك اللحظة يرتل ويردد آيات من إحدى السور، هل هي الرحمن، الكهف، الواقعة؟ 30 ثانية. نعم، الإجابة الثانية سورة الكهف. سورة الكهف. نعم، انثبت يا شباب على سورة الكهف، وهل هي الإجابة صحيحة أم لا؟ 10 تصير 20. كنترول، يقول تصير 20 ويستاهل 20 مرتضى وعفي عليك. إذن 20 نقطة مقابل لا شيء يا شباب. قبل ما نختم الجولة نتمنى يصير عندكم رصيد ولو 10 نقاط فقط. إن شاء الله. جواد. إن شاء الله. يلا. إن شاء الله. إن شاء الله أنت راح تقود العملية، ها؟ أنت الفارس. إن شاء الله. زين. والله خطوة محفزة لنا وخطتنا أمل كلش قوي بحيث نكمل الأخير وإن شاء الله راح نحقق الفوز إن شاء الله. الأسئلة هي متنوعة، قد يعني اختصاصاتنا مختلفة، لكنه الحمد لله والشكر هي كانت معتمدة على الثقافة، يعني على سعة اطلاع الثقافة وخصوصا على الآثار. فزنا أمام جامعة ذيقار واليوم إن شاء الله أمام جامعة بغداد. بالعكس إحنا زادت همتنا بعد، زادت همتنا وإن شاء الله طموحنا زاد ما قل بعد. يلا روح إلى سؤالك يا جواد. وسؤالك يقول: مؤسس مدينة بابل نحو 2100 قبل الميلاد هو حمورابي لو سنحاريب لو نبوخذ نصر، من هؤلاء؟ يلا
حاول تستثمر وقتك، تسترجع ذاكرتك، وتنطينا الإجابة بأقل من 30 ثانية. متبقي 15 ثانية وياك فقط. إن شاء الله حمورابي، إن شاء الله حمورابي، إن شاء الله. كنترول، نروح إلى الإجابة الأولى، إلى حمورابي، وأنا متفائل خير بهذه الإجابة وعفي عليك. إجابة صحيحة وعشر نقاط تفتتحون بها رصيدكم في الجولة الأولى. نروح وياكم من بابل ونرجع إلى بغداد وإلى أستاذ محمد. شلونك؟ إن شاء الله خير. تمام المعنويات كلها أوكي؟ إن شاء الله. والله الفوز بي فرح طبعا، أكيد نتأهل للي فرق اللي جاية وناخذ احتمال أول أو الثاني أو الثالث. التقينا بيهم يعني صبرناهم شوية وحكينا وياهم عشان أنه الثمرة والزبدة أنه نتعلم ونوصل إلى يعني هذا المكان ونلتقي بالأخوة، نتعرف على مشاريع العتبة وغيرها الأمور الأخرى. جيد، نروح إلى سؤالك. والفارق بدأ يقل يا محمد، يعني من 20 ب10 نحتاج نعزز رصيد. عثمان بن سعيد العمري المعروف بالزياد هو السفير الأول للإمام الحجة أجر الله تعالى فرجه الشريف، ويقع قبره في بغداد. في ساحة الخلاني أم في ساحة الطيران أم في ساحة الميدان أو ساحة الميدان؟ 30 ثانية. الإجابة الأولى أو الثانية؟ لا محمد يقول خطوة خطوة. أنت بين خطوة وخطوة لو شنو؟ بين خطوة وخطوة. الإجابة الثالثة هو في ساحة الميدان بإذن الله إن شاء الله. في ساحة الميدان إن شاء الله. كنترول يقول الإجابة الثالثة في ساحة الميدان، هل هي إجابة صحيحة أم لا؟ الكنترول يقول الإجابة صحيحة، عفي عليك يا محمد. والثلاثين والعشرين صارت 30. كل التوفيق. هسه وين نروح؟ للسؤال المشترك. وإذن المهمة هنا إن شاء الله إن شاء الله أسهل، لأن المسؤولية راح تتوزع. السؤال لكم يقول يا شباب، ولد في مدينة الحلة عام 1919 للميلاد، ومن كبار المؤلفين فيها. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوبربون عام 1954، وتوفي عام 1996 للميلاد. هل هو موفق أحمد أم أحمد سوسة أم علي جواد الطاهر؟ 30 ثانية معاكم يا شباب، تشاوروا بيها وطلعوا لنا بنتيجة حلوة تسوي 10-20. يلا. مسؤولية صعبة يا شباب. أنا خاف شيل الإجابة هو علي جواد الطاهر. علي جواد الطاهر. كنترول، نذهب إلى الإجابة الثالثة واختيار علي جواد الطاهر، هل هي الإجابة صح أم خطأ يا كنترول؟ يقول الإجابة صحيحة، عفي عليكم، والعشرة صارت 20. من كان صاحب المقترح؟ وكلنا يعني تقريبا يعني معلومة قريبة علينا، معلومة كلها مشتركة. نعم حلو، إن شاء الله دمتم قريبين من النجاح. أيضا جامعة بغداد بكامل الاستعداد والجاهزية إن شاء الله. إن شاء الله نروح للسؤال. السؤال يقول، أحد هؤلاء الأسماء التي سنذكرها هو من شعراء أهل البيت عليهم السلام وفي مدينة كربلاء، فمن هو؟ الحاج كاظم المنظور الكربلائي، الحاج عبود غفلة، السيد هادي الشرع. أستاذ محمد قال لهم تعالوا يمي، خلوها بيدي وعيف خطواتك وعيف بغداد وتعنج الكرمل، خلنا نشوف من هؤلاء. سيد كاظم يخلص 30 ثانية بقى منها 10. نقول الإجابة الأولى سام كاظم من دور الكربلائي. نعم إن شاء الله. كنترول، إجابة صحيحة، عفي عليكم، كاظم من دور الكربلائي. يعني ربما الإجابة واضحة، نتمنى لكم التوفيق. إذن 40 نقطة برصيدكم مقابل 20 نقطة برصيد جامعة بابل. بهذه النتيجة ننهي معكم مشاهدينا الجولة الأولى في مسابقتنا وحلقتنا لهذا اليوم، وهذه المباراة ما بين جامعة بغداد وجامعة بابل.
النتائج راح تتغير حتما وما راح يضل شيء على حاله مجرد انه نكون بالجوله الثانيه والجوله الثالثه. خليكم متابعين وخلنا نشوف من نصيب منه راح تكون النتيجه. رجعنا وياكم مشاهدينا الاحبة الكرام بعد هذا الفاصل ونكمل وياكم جولتنا الثانيه في مسابقه معارف التراث في هذه الحلقه ما بين جامعتي بغداد وبابل. 20 نقطه مقابل 40 ونبلش وياكم يا بغداد هذه المره ونبلش من محمد مباشره. محمد سؤالك الاول في هذه الجوله يقول: من القائل يا صاحب القبه البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلفي. ابن أبي الحديد المعتزلي أم الحسين بن الحجاج البغدادي أم الصاحب بن عباد؟ من من هؤلاء؟ 30 ثانية يا محمد، عدكم 40، قيمة السؤال هنا 30 نقطة. ركز وحافظ على مستوى التقدم أو لا. الخيار الثالث. الخيار الثالث، نروح إلى الصاحب بن عباد. كنترول، نذهب إلى الاختيار الثالث الصاحب بن عباد، هل هو إجابة صائبة أم خاطئة؟ إجابة خطأ يا محمد للأسف. الإجابة الصحيحة هي كنترول الحسين بن الحجاج البغدادي. ما علينا، نحافظ على مستوى تقدمنا وعلى معنوياتنا ونروح إلى علاء. علاء مباشرة نروح وياك للسؤال، والسؤال لجامعة بابل يقول: من هو أول من فتق علم العروض وترتيب المعجم؟ هل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي أم أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء أم أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي؟ من من هؤلاء؟ 30 ثانية علاء. الخليل بن أحمد الفراهيدي. الخليل بن أحمد الفراهيدي بكل ثقة وبكل هدوء وبكل سرعة. متأكد؟ متأكد. يا بنروح 30 نقطة يقول أنا مضحي بيها، ممكن تجي ما تجي، ثبت على الخيار الأول الخليل بن أحمد الفراهيدي وعلها تكون صحيحة وإجابة موفقة. عاشت إيدك، العشرين صارت 50. نكمل وياكم شباب بهذه يعني الروحية، بهذا الهدوء، بهذا النسق، نروح إلى مرتضى. نعم. يلا سؤالك يقول: مؤسس المدرسة الشبرية في النجف الأشرف هو السيد جواد شبر أم السيد عبد الله شبر أم السيد مهدي شبر؟ من من هؤلاء هو مؤسس نعم. هذه المدرسة؟ 30 ثانية، عندكم 40 فقط. يلا يا مرتضى، نتمنى هذا يعني تبسمك يكون يعني بداية خير. يا الله إن شاء الله الجواب الأول. إن شاء الله الجواب الأول السيد جواد شبر. يا كنترول نعتمد الإجابة، الأربعين راح نضيف لها 30 لو لا. للأسف ظلت 40 يا مرتضى، الإجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي السيد عبد الله شبر. نتمنى لك التوفيق ولفريقك بالجولة أو بالأسئلة القادمة. سيف، المهمة القادمة لك، والسؤال يقول: تقع مدرسة البغدادي الدينية التي شيدها عبد العزيز البغدادي في النجف الأشرف بغداد كربلاء المقدسة وين؟ جاوبني بغضون 30 ثانية وخلي 50 تصير 80. عشر ثواني. نقول كربلاء المقدسة. ما اسمع. كربلاء المقدسة إن شاء الله. كربلاء المقدسة. بتردد و... لا إن شاء الله. لو شنو؟ إن شاء الله. كربلاء المقدسة يا كنترول، إجابة صح ولا خطأ؟ انطونا الإجابة سريعة وخلي نشوف سيف شو راح يكون ردة فعله. للأسف الخمسين بقت على ما هي. الإجابة خاطئة يا سيف. الإجابة الصحيحة هي النجف الأشرف. يصح البغدادي. إيه نعم، استبعدت يعني تكون من بغداد لأن مو الاسم مو شرط. يلا نتمنى التوفيق في الأسئلة القادمة. محمد نروح وياك ونشوف سؤالك. سؤالك يقول: نعم، انضمت مكتبة آل الخالصي التي فهرسها الدكتور حميد مجيد هدوا إلى وين انضمت هذه المكتبة؟ نعم. إلى مركز الوثائق في بغداد،
إلى المجمع العلمي العراقي أم إلى المتحف الوطني العراقي؟ وين راحت؟ 30 ثانية تقدر تدور، يعني مو على المكتبة أكيد، في معلوماتك وذاكرتك وتشوف لنا الإجابة وين؟ المتحف الوطني العراقي إن شاء الله. المتحف الوطني العراقي. كنترول روح وياك ويا المشاهدين ونشوف المتحف الوطني العراقي موجودة بهذه المكتبة. وصحيح عفي عليك، الأربعين صارت 70. حلو، المنافسة صعدت واختلفت. جواد أنت الفارس، يلا سؤالك يقول: أرشيف سراي طوب قابي في تركيا يضم الكثير من الوثائق العائدة إلى ما قبل عهد التنظيمات، وعدد الوثائق المحفوظة فيه حوالي 300,000 وثيقة. هذا الأرشيف يوجد في مدينة، أي مدينة؟ هي مدينة أنقرة أم مدينة قونيا أم مدينة إسطنبول؟ وين هذه المدينة؟ إن شاء الله إسطنبول. يا أبا جواد يقول بإسطنبول، يعني بالعادة العراقيين يروحون لإسطنبول أكثر شيء، لكن هل بالضرورة يكون الأرشيف هناك؟ لا، لأنه كانت قبل، هي العاصمة إسطنبول. العاصمة. حلو. نعم. معلوماتك حلوة ودقيقة ولطيفة، والكنترول يأيد المعلومات. لو لا يا كنترول يقول لك إجابة صحيحة وعفي عليك، والخمسين حطينا لها 30 نقطة إضافية وصرنا 80. 80 ويا 70 الفارق 10. زين نروح للسؤال العام ونشوف سؤالكم يا شباب. سؤالكم يقول: رسوم وأشكال تصويرية دقيقة تتزين بها المخطوطات وتعبر عن نصوصها وأحاسيس أدبها تسمى المنمنمات أم الأوفاق أم الطلاسم؟ خلونا نتناقش، خلونا حلوين ونسوي 70-100. كيفين مرتاحين؟ بسم الله. أول خيار. ها يقول لك وقف يا بد، انتظر عندك 30 ثانية، لا تستعجل، في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. يعني تنزل عند رأيي، ما أريد نكسر برأيي، نقول الأول. هسه تنزل عند رأيي لو أريد نفوز إحنا؟ لا أريد نفوز، نقول الأول. يلا أريد نفوز نقول الأول ونقول المنمنمات وليس النمنميات. ها خاف أحد يحب فيكم النسات والكاكاو. يلا المنمنمات إجابة صحيحة، عفية عليكم. هسه نزولا عند رأيي طلع رأيي صحيح. طلع رأيي صحيح. عفية عليك، إجابة موفقة وصارت 100 و100 نقطة حلوة تستاهلوها، عاشت الأيادي. نرجع ويا الشباب. شبابنا 80 نضيف لها نصير 110 والمعادلة تنقلب شوية. سؤالكم يقول: بعد الانتهاء من المنجز الخطي يضع الخطاط شو يسوي؟ توقيعه والمهنة، توقيعه والتأريخ، توقيعه والبلد. اتأنوا وطونا الإجابة الصحيحة. لو نبقى 80 لو نصير 110. يعني هي محيرة حقيقة، يعني إذا أجي أوقف يمكم وأشارك ممكن أسمع إذا تقولون توقيع والتاريخ أفضل. توقيع والتاريخ أفضل. توقيع والتاريخ. زين توقيع والتاريخ. توقيع والتاريخ يعني البلد مو مهم قصدك. الثانية الأخيرة. يا بالتوقيع والتاريخ. كنترول يقول يعني المهنة هو بعد خطاط يعني، والتوقيع ولا البلد يعني ماكو داعي مبين. فالتوقيع والتاريخ صح ولا خطأ يا كنترول؟ إجابة صحيحة، عفية عليكم. الحمد لله. يعني حتى نقول إن علاجاً يعني يحلل الموضوع. يعني إجابة صحيحة وموفقة، والمية وعشرة تقابلها 100. وبهذه الطريقة راح نروح للجولة الثالثة والأمور راح تكون صعبة علينا. نروح وياكم جمهورنا الأحبة إلى فاصل، بعد الفاصل نكون وياكم في الجولة الثالثة في مسابقة معارف التراث ما بين جامعة بغداد وجامعة بابل. خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل الأخير في حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث، وهذه المباراة الحاسمة ما بين جامعة بغداد وجامعة بابل. 110 مقابل 100 و200 نقطة بانتظار كلا الفريقين. شلون راح نستثمرها وشلون راح نحصلها؟ هذه مرهونة بالوقت
القادم إن شاء الله، وبقدرة الفريقين على الإجابة على أكبر قدر ممكن من الأسئلة والذهاب إلى النهائي. نروح ويا بابل ونشوف المية وعشرة شو راح يكون مصيرها في أول سؤال. وسؤالك الأول في الجولة الثالثة يا علاء يقول قيمة السؤال 50 نقطة. مسجد تاريخي كان يسمى في عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام بانيقيا، وفي عهد البرثيين بلاشكر، وفي صدر الإسلام النخيلة، يقع ضمن حدود محافظة الحلة، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف. 30 ثانية قابلها 50 نقطة. ركز يا علاء وانطيني الإجابة. صعب السؤال؟ يعني كربلاء المقدسة. كربلاء المقدسة. كنترول، نروح إلى كربلاء المقدسة. يقول يعني إلى حد ما صعب السؤال، لكن نجاوب على كربلاء ونثبت على كربلاء، والإجابة خطأ للأسف. النخيلة. يا علاء، النخيلة. الحلة. أكو مسجد وذاك معلم يختلف. النخيلة وهمتني. النخيلة ذاك خان في كربلاء. أي. خان النخيلة. النخيلة أي هي اللي وهمت، اللي هو خان. حلو، معلومتك حلوة قريبة، قدمنا معلومة جديدة لربما هذا هو هم جزء من غايتنا وغاية وجودنا في هذه المسابقة. يلا يا محمد، يلا يا جامعة بغداد، خلونا نعوض. سؤالك يقول رشيد الهجري هو من حواري أمير المؤمنين عليه السلام، وحامل علومة ومودع أيضا أسرار، مودع أسرار، يقع مرقدة في الكوفة أم في الحلة أم في كربلاء المقدسة؟ وين يصير قبره؟ 30 ثانية. المية خليها تصير 150 يا محمد، خلي نعدل الفارق ونطلع. ركز وانطينا الإجابة. الخيار الثاني الحلة. الخيار الثاني الحلة. رشيد الهجري بالحلة يا شباب لو لا؟ إجابة صحيحة، عافية عليك يا محمد، والمية صارت 150. حلوة وتستاهلوها يا جامعة بغداد. والفارق يا شباب اختلف، كنا فايزين هسه هم صعدة. والسؤال الثاني ويا سيف. سيف، المية وعشرة خليها 160 إن شاء الله، وخلي الحلو يعني اللعب يصير حلو وأحلى بإجابتك إن شاء الله. سؤالك يقول صنف كتبا منها اللمع في الفقه، وكذلك درر الفرائض في جمع الجلي منها والغامض، في جمع الجلي منها والغامض، وكذلك الكواكب. هل هو الشيخ علي بن الفرج السراوي، أم الشيخ علي بن المفضل المقدسي، أم السيد علي بن الحسن الحسيني؟ من من هؤلاء؟ 30 ثانية يا سيف، إن شاء الله. ركز إن شاء الله. الخيار الأول. حلو، الاختيار الأول. واثق يا سيف؟ إن شاء الله. قارئ المعلومة سابقا؟ إن شاء الله. يا كنترول، يقول الشيخ علي بن الفرج السراوي، هل هو الإجابة الصحيحة أم لا يا كنترول؟ نحتاج الإجابة. الإجابة غلط للأسف يا سيف. الإجابة الصحيحة هي السيد علي بن الحسن الحسيني. كان عندك 30 ثانية، كان بإمكانك تركز، كان بإمكانك تتأنى، لكن ما عليك، ممكن العوض قادم إن شاء الله. يلا نروح إلى مرتضى. يعني أنت إذا جاوبت ممكن الأمور تبدأ تنحسم. نعم. فلذلك ركز إن شاء الله. سؤالك يقول له تعريف علم الفقه، كذلك فوائد من علوم الحديث، كذلك مجموعة متفرقات، وهو من عائلة علمية معروفة، الشيخ محمد الرشتي، أم السيد محمد المشغري، أم ميرزا محمد الحائر الطهراني؟ من من هؤلاء صاحب هذه التعريفات أو هذه الإنجازات؟ ركز خلال وقتك وانطينا الإجابة يا مرتضى، وصعد نسبة الفوز وإمكانية الفوز بالنسبة لفريقك. خلونا نشوفكم مرة ثانية بالمركز الأول، لأن يعني تصاعدين بكل الأحوال إن شاء الله. الإجابة الثالثة.
الإجابة الثالثة ميرزا محمد الحائر الطهراني كنترول، إجابة صح ولا خطأ؟ الإجابة خاطئة يا مرتضى، الإجابة خاطئة للأسف. كنا نتمنى تكون إجابتك صحيحة وأكثر دقة. الإجابة الصح هي الشيخ محمد الرشدي أو الرشدي. 150 مقابل 110 يا جواد، السؤال لك إن شاء الله. سؤالك يا جواد يقول: مادة كانت تستعمل في تزيين جلود الكتب وطلائها، تسمى هذه المادة اللازورد أم اللاكية أم الكميخت أو الكيمخت؟ 30 ثانية. شنو يسمون هذه المادة؟ وين تستخدم جلود الكتب وطلائها في عملية التزيين؟ الإجابة راح ينتهي الوقت. اللاكية إن شاء الله. الإجابة الثانية اللاكية. كنترول، اللاكية إجابة صح ولا خطأ؟ إجابة صح، عفية عليك، وصرنا 160. حلو، 160 مقابل 150. النتائج اختلفت يا شباب. إن شاء الله خير. محمد المهمة صعبت عليك. 150 كان فوز. هسه تأخرنا بعشر نقاط. سؤالك يقول: شجر كان لحاؤه يستعمل في الكتابة قديما، هل هو الكاذي أم العنقاء أم الهشاب؟ 30 ثانية. ركز لي وخليها تصير 200 نقطة وخلاص نضمن النجاح إلى حد ما. طبعا بالمركز الأول جماعة عندهم 160. إن شاء الله المشاب الإجابة الثالثة إن شاء الله، أو الهشاب. الهشاب كنترول، روح إلى الإجابة الثالثة. الهشاب إجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة خطأ للأسف يا محمد، الإجابة خاطئة. الإجابة الصح هي الكاذي، شجر الكاذي. ما علينا، احنا فايزين بكل الاحوال. تمام ان شاء الله. يلا شباب، سؤالكم يقول: للسيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني المتوفى سنة 1386 للهجرة كتاب جمع فيه بعض مجالسه المهمة وما جرى فيها من المباحث، هل هو كاتب السجل، كتاب السجل أم سجل المجالس أم السجع النفيس في محاورة الغلام وإبليس؟ يلا 30 ثانية، بإمكانكم تصون للإجابة. جواد هو الفارس ويقود الحوار وعلاء يعثر. محاورة الغلام وإبليس أنا أتحدث عن كتاب مسجع. على شيء السجع النفيس ان شاء الله. صح، السجع النفيس. كنترول، روح الى السجع النفيس، الاختيار الثالث. السجع النفيس في محاورة الغلام وابليس، والإجابة خاطئة للأسف. شبابنا جماعة 160 وانتم 150، ممكن يصيرون 200. هسه الفرصة عندكم، أو الفارق يبقى 10 ويكون هو السبب بأن تكونون مركز ثاني ويكونون مركز أول. سؤالكم يا شباب يقول، وهو السؤال الأخير لجمال الدين أبي الحسين الجزار المصري المتوفى 679 للهجرة، أرجوزة نشرت في مجلة مخطوطاتنا بتحقيق ودراسة الأستاذ الدكتور حسين عبد العال اللهيبي، موسومة بي، العقود الدرية في رد شبهات الوهابية أم العقود الدرية في الأمراء المصرية أم العقود السنية بتمهيد الدولة الحسينية أو السنية؟ يلا الإجابة خلال 30 ثانية يا شباب، وخلونا نركز، ممكن نفوز بهذا السؤال وممكن نخسر، ممكن نكون بمركز أول وممكن نكون بمركز ثاني.
يلا يا شباب، ممكن نكون بالمركز الاول وممكن نكون بالمركز الثاني. الثلاثين ثانية الحاسمة في تاريخ هذه الحلقة، احتاج اجابة يا شباب. الاختيار الاول، العقود الدرية في رد شبهات الوهابية كنترول تثبت على الاختيار الاول. هل الاجابة صح ام خطأ؟ هل ذهبوا الى المركز الاول ام بقيوا في المركز الثاني؟ كنترول، الاجابة خاطئة للأسف. كنا نتمنى أن تكون إجابتكم صحيحة، لكن الحمد لله على كل حال حاولت توصلون الإجابة، وهذا ما قدرتوا تحصلوه. 150 نقطة حلوة حصلتوها باجتهاد وقوة، وكذلك الشباب حصلوا 160 نقطة أيضا بكل ما يعني عندهم من قوة في سبيل أنه يكونوا معنا في الجولات القادمة في مركز أول أو مركز ثاني. وبهاي النتيجة راح نختم حلقتنا وجولتنا الثالثة، 160 لصالح جامعة بابل، 150 لصالح جامعة بغداد. سيكون أحدهم مقابل أحد الفرق في المجموعة الثانية، الأول طبعا بالنسبة إلى بغداد، وكذلك الشباب في جامعة بابل سيواجهوا الخصم الثاني من المجموعة الثانية. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الأحبة الكرام. وأكيد قبل الختام دائما ما يكون لحضراتكم حصة كبيرة في هذا البرنامج وفي جوائز القيمة التي تقدم للمشاهدين لحضراتكم جميعا. وفرصة الفوز في هذه الجوائز وهي أما زيارة بيت الله الحرام أو زيارة الإمام علي بن موسى الرضا أو زيارة السيدة زينب عليها السلام مرهونة بمدى إمكانية الإجابة على سؤال الحلقة وإرساله من خلال رقم الظهر أسفل الشاشة عبر تطبيق الواتساب. سؤال حلقة اليوم يا شباب يا مشاهدينا الأحبة الكرام يقول: صدر عن مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بطبعة جديدة كتاب الدرة البهية في فضل كربلاء وتربتها الزكية، وهو من تأليف من هذا الكتاب؟ هذا هو السؤال. كتاب الدرة البهية في فضل كربلاء وتربتها الزكية من تأليف من؟ عليكم معرفة من هو مؤلف هذا الكتاب وإرسال الإجابة عبر الرقم الظاهر وتطبيق الواتساب تحديدا ودخولكم في القرعة، وإن شاء الله تكونوا من المحظوظين بالفوز بإحدى الجوائز القيمة. شكرا لجامعة بابل علاء سيف جواد، شكرا لكم. شكرا لجامعة بغداد محمد ومرتضى ومحمد، نتمنى التوفيق لكما، وإن شاء الله نلتقي وإياكم في حلقة قادمة مشاهدينا الأحبة الكرام. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء. شكرا شباب.